وللمزيد من المتابعة والتحليل في سياق هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الربان سيد شعيشة، مستشار هيئة قناة السويس. سيد ربان، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. قبل أن نتحدث عن هذا المجهود الذي تكلل نهائيا بالنجاح، يجب أن نقف عند تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عند هذه الزيارة. كيف تابعتوها وكيف نظرتوا إليها؟ تم حضوري لهيئة قناة السويس يوم الجمعة الفجر عشان أتولى التحقيق في حادث سفينة جنحة، وهنطبق كافة المعايير الدولية عشان دي واجهتنا قدام العالم كله، ولازم يبقى في شفافية، ولازم الناس كلها هتطلع على التحقيق، ومن التحقيق هنقدر نحدد إيه اللي حصل في السفينة، لأن احنا بنراجع تصرفات السفينة قبل الحادثة وأثناء الحادثة وبعد الحادثة. واحنا طلبنا منهم مبدئيا 8 مطالب هم ما نفذوش ولا طلب منها، وده بيشير بخبرتي انا كمحقق في الحوادث البحريه ان هو عنده مشكله. طيب، وفي هذه الحاله سيد ربان، كيف سيتم التعامل مع الشركه ربما التي تمتلك هذه السفينه عن ايفر جيفن اتحدث؟ هي الشركه حسب معلوماتي عندها ان الشركه مأجره السفينه، والشركة المشغلة هي القايمة بكل حاجة، هي اللي جايبة الطقم وهي اللي بتصرف على السفينة. فعندنا طرفين، ودي بتبقى مشكلة في التحقيق ان في مالك وفي مشغل. نعم. طيب سيد ربان، سنتحدث عن النقطة المتعلقة بالتحقيق، لكن لاحقا، لأن حضرتك يمكن بدأت كلامك بأن الموضوع سيتم بالشفافية وأن العالم كله سيطلع على التحقيقات وغيره، وهي لغة سائدة أصبحت في مصر المتعلقة بالشفافية، ولكن سؤالي لحضرتك التالي عن هذا المجهود الذي تكلل بالنجاح وعن الدروس المستفادة. المجهود طبعا يعني هو مجهود مش ظاهر قوي، اللي هو الكراكات طبعا هيشتغلوا بحرفيه، لان انا كنت على الكراكه مع سياده الفريق وليا خبره من 2006 في تحقيقات الحوادث البحريه. الحقيقه يعني على اعلى مستوى من العالم الناس دي اشتغلت وبحرفيه، لان كان ممكن المركب تتفتح اثناء التكريك، كان ممكن المركب تميل وتنقلب أو الكنتونرات دي كلها تقع والمركب تنقلب الناحية التانية، أو يحصل، لأن احنا بقالنا 5 أيام بنشد في السفينة، ففي حاجة في المركب اسمها الإجهاد على البدن، الاسترس على السفينة، فبقالها 5 أيام في وضع استرس، فبيحصل شروخات وفتحات، فكانوا هم عاملين جدول بيخشوا بيه وينفذوا ويقربوا من السفينة بحذر جدا، لأن الكراكة زي ما تكون يعني زي مفرمه بتفرم القاع، ولو لمست البدن هتعمل كوارث والمركب ممكن تغرق. تاني حاجه ممكن المركب تتقلب نتيجه ان هو مش حاطط مستوى، مخلي مستوى من الارض مرتفع يحميها من الانقلاب. ويمكن ده ليه تبعات الساده المشاهدين ممكن ما يكونوش عارفينه سيد ربان، متعلق بفكره ان لو كان لا قدر الله دخلنا في هذا السيناريو كان هيبقى يمكن المستهلك هو من سيدفع الثمن. هو يعني انا برضو لما هطلع على الداتا اللي جوه السفينه او المسجله هقدر اشوف الموضوع حصل ازاي بالظبط، هل هو في شبه التعمد او هو جاء فجاه او هو نتيجه عيوب فنيه داخل السفينه، لان السفينه لما رجعت تاريخها هي لها حادثتين قبل كده، ومن ضمن الاوراق اللي طلبناها سجل الحوادث بتاعهم وان هي دخلت الحوض للاصلاح قبل كده او للصيانه. طلبنا منهم حاجات كتير ما ردوش عليها. فبكره ان شاء الله ما هنبدا التحقيق، كل حاجه هتبان. لكن الحقيقه انا على مدى خبرتي في تحقيقات الحوادث الكراكات اشتغلت بحرفيه رهيبه. طبعا واللانشات القطره والطجات اللي شدت عملت اللي عليها، لكن هم الاساس. طيب سيد ربان، سؤالي الاخير لحضرتك متعلق بعمليه التطوير اللي بتقام، وان السيد الرئيس اشار ان سيتم توفير كل احتياجات والسبل اللي هتتطلبها هيئه قناه السويس. تصريح كهذا كيف تابعتموه؟ احنا طبعا استشعرنا باحتياجنا لانشات قطره قوه شد عاليه،
مش موجوده حاليا ومش متوفره في الهيئه، لان كانت الحمولات زمان ما بتتعداش ال 100,000 طن، النهارده في 220,000 طن. فالشد لازم يبقى بنشاط اطرى، قوه شدها عاليه جدا. ثاني حاجه ان اول مره في تاريخ الحوادث البحريه يتم تعويم السفينه بكامل حمولتها وتعوم في امان وسلامه بدون اي خسائر. نعم. لكن اعتقد ان هيتم امداد الهيئه بلانشات سحب او قطر بقوه شد عاليه. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. سيده الربان سيد شعيشة، مستشار هيئه قناه السويس، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات.